سلامة تجهز عيالها لوحدة من أجمل المناسبات التراثية حق الليلة hey. ومثل أيام زمان اليهال يزورون البيوت بالزي الإماراتي الشعبي الحلو ويجمعون الحلاوة والمكسرات hey. لكن ديري بالك يا سلامة من كثرة الحلاوة، خاصة إنها بأيامنا تغيرت وغلبها فيها 90% من السكريات والنشويات oh. اللي تخلي البكتيريا في الفم تزيد من إنتاج الأحماض وتهاجم الأسنان، وهذا الهجوم يستمر أكثر من 20 دقيقة بعد أكل السكريات. ها؟ إنزين شو تسوين يا سلامة؟ هي؟ أستاذة وفاء عندها شوية نصايح لك ولكل الأمهات. صحيح يا دكتورة، وعشان يكون حق الليلة تجربة ممتعة وبنفس الوقت صحية لعيالك ولعيال الجيران، عندك يا سلامة بدائل هي؟ مثل الحلويات بزيلتون وهو بديل السكر، المكسرات الخالية من الملح، البسكويت الغني بالألياف، العصائر الطبيعية الطازجة، وبدل الشوكولاتة بالحليب ممكن أخذ الشوكولاتة الداكنة لأنها ما تلصق وايد بالأسنان، وبعد فيها مضادات أكسدة، ولما يردون البيت خلهم ينظفون أسنانهم بسرعة، وإن شاء الله كل أيامكم مناسبات جميلة وعساكم دوم صحة وسعادة.